إذا كنت جوعان وما معك حق خبز فيك تاخذ من هاي السلة، سلة الخير. وإذا كنت مريض ربنا يبعد المرض عنكم وعن أهاليكم وعوائلكم وما بتمتلك ثمن الدواء، فبإمكانه هذا الصندوق إنه يساعدك. وإذا كنت جوعان وما بتمتلك ثمن طعام فبإمكانك إنك تلاقي طعام بهذا الصندوق. بحلقة اليوم يا جماعة رح نشوف ثلاثة من المبادرات المجتمعية اللي عملوها الأهالي هون بريف إدلب منشان يكونوا سند وعون لبعض بهذا الشهر الفضيل. أولى هاي المبادرات يا جماعة هي سلة الخير. أحد الأفران بمدينة الدانة بريف إدلب وضع هاي السلة قدام الفرن وسماها سلة الخير. شو قصة سلة الخير؟ أنت إذا جيت تشتري خبز ففيك تشتري زيادة عن حاجتك ربطة أو ربطتين أو ثلاثة وتحطهم بهاي السلة. أي حدا محتاج رح يمر من هون ويكون بحاجة هذا الخبز رح ياخد العدد الكافي اللي بيعينه هو وعيلته من الربطات ويتوجه باتجاه عيلته. الله يعطيكم العافية يا رب، والله يتقبل صيامكم إن شاء الله. كثير عجبتني فكرة وجود سلة الخير قدام الفرن. كيف خطرت على بالك هاي الفكرة أول شيء؟ حياكم الله، الله يجزيكم الخير. خطرت على بالنا الفكرة من فترة سنتين، صار عنا أزمة على الخبز هون بالمناطق وصارت الحرب الروسية الأوكرانية وقطاع الطحين على المناطق المحررة، فبادرنا بأنه حطينا سلة بس على باب الفرن. ما عملنا شيء، نحن ما قدمنا شيء أبدا نحن يعني، والناس هي بلشت تتفاعل وكبر المشروع وبس هيك، ما يعني مجرد أنه بس في الناس بحاجة خبز ونحن هيك اشتغلنا. الناس بتحط ربطة وناس محتاجة بتجي بتاخدها. نعم نعم نعم. حكيت لي كمان انه في فكره الوصول، انه في ناس بجوز ما بتثق انه هاي اللي بالسله او هذا اللي عم يجي ياخذ خبز هو محتاج فعلا، ففي فكره الوصل. شو قصته فكره الوصول؟ عملناها لاني في بعض الناس اللي عم بتقدم مال بتقدم مال بتقول نحن بدنا نعرف انه هذا الخبز عم يوصل لمستحقينه، فلا نحن عملنا دفتر فيه 50 وصل بنعطيه للشخص اللي عم يقدم المال وهو بيروح بيوزعه بيعطيه لشخص محتاج بيجي بيستلم الخبز من عندنا من هون. فكرة كمان كتير حلوة. تنصح انه تعمم هاي الافكار على بقية الافران بالمناطق المحررة عموما، بإدلب بعزاز بعموم المناطق المحررة؟ نتمنى والله، بنتمنى من كل الافران انها تشتغل هيك. هي الفكرة انه الفرن ما بيتكلف شيء ابدا يعني، نحن بالنسبة لنا نحن ما عم نحط ربطة من عنا، الاهالي هم اللي بيساعدوا. نعم نعم، الناس هي اللي عم بتحط الخبز والمحتاج هو اللي عم بيجي بياخذ. بتلمس الحاجة انه في فعلا عالم محتاجة وبتشوف ربطة خبز وبتاخدها وتلمس انه في عالم فعلا محتاجة. في ناس خبزها اليومي من سلة الخير، ما ابدا امكانية تشتري خبز لو اذا ما في خبز بالسلة. قديش هذا الامر عظيم وقديش لازم يتعمم يكون بكل فرن فيه هيك سلة. اي والله والله، الله نسأل الله الاخلاص والقبول ان شاء الله. امين يا رب، الله يعطيكم العافية يا رب، وبتمنى انه يكون في فعلا هيك مبادرات تتعمم ان شاء الله. الله يعطيكم العافية يا رب، مشكورين جدا. شكرا. منظر الخبز بشهي بس صايمين، شو بدنا نعمل؟ الله يعطيك العافية يا رب. المبادرة الاجتماعية الثانية هي مبادرة صندوق صدقة جارية لمن لا يملك ثمن الدواء. إحدى الصيدليات في ريف إدلب وضعت هذا الصندوق داخل الصيدلية بحيث أنه أنت بدك تتصدق عن مرضاك، بدك تتصدق جيت تشتري دواء ومعك فائض من المال، بإمكانك أنه تضع هذا المال داخل هذا الصندوق، والصيدلاني بيشوف المرضى المحتاجين اللي هم بحاجة دواء وما معهم ثمنه وبيعطيهم من هذا الصندوق. الله يعطيكم العافية يا دكتور، فعلا عن جد فكرة نحن بحاجة ان الواحد يفكر خارج الصندوق مشان يحط صندوق للمحتاجين بصيدلية. ليه حدث هذا الصندوق دكتور؟ اهلا وسهلا فيكم. بصراحة اولا فكرة الصندوق كانت من حوالي السنة، كان طبقها احد زملائنا القدامى، عجبت فيها كتير نتيجة الحاجة الملحة لبعض المرضى والأحوال الاقتصادية تعبانة عن المرضى، فحاولت طبقها والحمد لله رب العالمين، كانت فكرة ناجحة بفضل الله عز وجل. بي تبرعات بشكل منيح، بشكل متفاوت طبعا، وإن شاء الله تعالى أحيانا نغذي شي 10 مرضى يوميا من قبل الصندوق. يوميا في 10 مرضى ممكن يستفادوا من خلال هذا الصندوق. فكيف لو تعممت هاي الفكرة على بقية الصيدليات؟ أنت خبرتني أنه أنت أخذتها من أحد الزملاء السابقين ونجحت، فيعني بتنصح أنه بقية الزملاء الصيادلي ببقية المناطق المحررة بإدلب بعزاز ببقية المناطق أنه يعمموا هيك فكرة؟ والله بالتأكيد هيك أفكار، كان نظام الإجرام نسينا إياها وبعدين أنا كل بعد يعني، هيك أفكار تطبقت سواء عند زملائنا الصيادلي سواء عند محلات الماركت، فكرة ناجحة بإذن الله عز وجل. وفي ناس كتير بصراحة يعني بيتصدقوا ما بيعرفوا وين المكان الصحيح اللي يضعوا فيه، وهون بيكون الصيدلاني أو صاحب الفكرة هو يعني اللي بده يوجه الشيء الأفضل إن شاء الله للمكان الأصح يعني.
دكتور تعطي دواء لمريض محتاج بشكل مجاني، شو بتكون ردة فعله؟ طبعا كثير مرضى بصراحة يعني بيكونوا عفوفين جدا. أحد المريضات من فترة أسبوع كان رد فعلها كثير يعني عجبت فيها، قالت لي في حدا أحق مني، وهي بحاجة، وهي بحاجة كثير يعني. أنا بعرف حالتها المادية، قلت لها يا خالي هذا يعني هذا من فضل الله عز وجل، مانو مني. فقالت لا عطي شوف حدا تاني أحق مني، ورفضت أكثر من 3 مرات لحتى قبلت تأخذ دواء بشكل مجاني يعني. ما شاء الله. وفي ناس تجي بتتفاعل مع هذا الصندوق؟ والله في ناس كتير فضل الله عز وجل تدفع، وفي ناس بتسأل هالصندوق شغال لما أنا شغال. من حوالي الأسبوع في أحد المرضى تبرع قيمة $100 ما شاء الله داخل الصندوق. طبعا أحيانا في ناس بتبرعوا حسب الأحوال المادية عندهم، 100 ليرة 50 ليرة، لكن أكثر قيمة مادية كانت من حوالي الشهر أحد الأشخاص تبرع $100. طيب الصرف كيف يكون؟ مثلا نفرض هاي $100 كيف يكون صرفها؟ السياسة اللي بتتبعها بالصرف. تماما. بالنسبة للميدر الأخيرة اللي كانت بالصندوق، أنا بصراحة صرت أعطي لمرضى وسجل اليوم مثلا $10 بكرة $5 وإلى آخره، لا صارت $100 صفيت الحساب مع الصندوق. ما شاء الله. الله يعطيكم العافية دكتور، ومتمنى فعلا أنه هاي الفكرة تتعمم على كل صيدليات على كل المناطق، لسيما بهذا الشهر الفضيل. كل عام وانت بخير يا دكتور، والله يتقبل السلامة كرم. شكرا كثير. المبادرة المجتمعية الثالثة بحلقتنا اليوم هي اتقوا النار ولو بشق تمرة. تواصل معي أحد الأصدقاء وخبرني أنه وضعوا هذا الصندوق أمام المبنى اللي هم ساكنين فيه، وبهذا الصندوق بيحطوا الجزء من طبختهم كل يوم، بيحطوا بصناديق بلاستيكية جزء من طبختهم كل يوم، وبيحطوا كمان أحيانا الطبخة ناشفة، يعني بيحطوا بطاطا خيار بندورة خبز، بحيث أنه أي أحد من المحتاجين اللي ما عم يلاقوا يأكل بهذا الشهر الفضيل بإمكانه يتوجه لمثل هذا الصندوق وياخد حاجته منه. قديش نحن بأمس الحاجة لأنه يكون أمام كل مبنى من مبانينا من بكل المناطق المحررة مثل هذا الصندوق يا جماعة. الله يعطيك العافية يا أبو علي، دايما بتفاجئنا بهيك أفكار، بأفكار فعلا بحاجة نحن بحاجة لها، لسيما بهذا الشهر الفضيل. شو خطر على بالك أنك تحط صندوق، مع أنه هي الفكرة كتير بسيطة بس غايبة عن بال الكل، أنه ينحط صندوق للطعام للمحتاج لسيبه بهذا الشهر الفضيل؟ الله يكرمك استاذ هادي. والله انا اكثر من مره لاحظت انه هون عندنا في مكب للقمامه انه اشخاص كبيرين بالسن وحتى اطفال عم تلم من الاكل وتاكل منه، فخطرت على بالنا موضوع الصندوق. الصندوق بنحط على باب اي بنايه ان شاء الله بيتعمم بكل المحرات، الغايه منه انه الواحد اذا زاد معه حتى صحن صغير بطبخه لا يكبه، ممكن ناس تحتاجه، هي بمس الحاجه له، ناس عفيفه ما تقدر تطلب، فبنشال بنحط بالصندوق. اللي بيحب يحط يزيد من طبختوس كمان صحن، زكاة على الطبخ، زكاة على الطبخة كمان، ممكن يزود طبختوس صحن ما رح تأثر عليه هو إذا زاد الصحن طبعا، وحطه كمان نفس الموضوع. ممكن يحط ناشف، يحب يعطيه خس بقدونس خضرة، خضرة في والله أعلم، خبز خضرة بطاطا، يعني شغلات بسيطة بس هي عمليا بتعمل إذا صار في حجم فيها بالمحرر بهيك صناديق بتعمل فارق عن جد. ما رح يضل حدا ينبش بحاويط قمامي، ما رح يضل حدا محتاج. يعني أنا قديش نحن فعلا بأمس الحاجة لمثل هيك، وهي نعمي يعني كسرة الخبز نحن علمونا أهالينا أنه لازم ما تنكب على الأرض، فما بالك كون بحاويط قمامي هي فضلات الأكل الزائد والناس تكبها بالقلاع، حرام تنكب. في ناس بحاجتها، في ناس بأمس الحاجة إليها بس عفيفة ناس ما بتطلب. شفت في ناس فعلا بدأوا يجوا على هيك صندوق، يعني انت بتشجع اني انا عم اسال انه بتشجع انه ينعمل هذا الصندوق ببقيه قدام كل مبنى؟ والله الصندوق هلا صار له شيء 20 يوم نحن عاملينه، والله انا والله يعني في ناس بالليل شايفه الساعه 10 11 بالليل عم تفتح صندوق، عارفين نفس بيجوا بالليل بتستروا بالليل وبيجوا بتستروا بالليل بفتح الصندوق، اذا في شيء اخذوا ضلوا ماشيين، والحمد لله البنايه كلها الحمد لله متجاوبين. اي واحد عم يزيد طبخته او واحد بده يزكي عن طبخته عم تنحط هلا باي وقت بالنهار، بالليل بتلاقي فيه طبخات، يعني ما بس هلا، يعني بالليل ممكن الساعه 10 بالليل تفتح تلاقي فيه الصندوق، ممكن 10 الصبح تفتح تلاقي فيه الصندوق الحمد لله. وفي ناس عرفت انه في صندوق هون، عفيفه نفس عم تيجي بالليل تفقدوه، في عالم تيجي فما بالك لو كان قدام كل مبنى فيه مثل هيك بيكون عم الخير. يعني انت هذا والله يعني ان شاء الله والمبنى والمحرر فيه خير كبير، اكيد اهله اهل خير،
فمتمنى هالصندوق يعم بكل محرر بكل مدينة ويكون قدوة للعالم كله. نحن إن شاء الله يا رب إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية أبو علي ويتقبل صيامكم إن شاء الله ويكون عون لكل محتاج وكل فقير إن شاء الله. الله يعطيكم ألف عافية. شكرا كثير أبو علي. الله يسعدك يا رب. حياك الله.